الاهلي خط احمر، يعني الاهلي بيكون حريص تماما تماما على مبدا تكافؤ الفرص. الاهلي خط احمر مش معناه ان الاهلي عاوز يكون ان هو يتعامل معامله مختلفه عن باقي الانديه، ولا في نفس الوقت عايز نادي يتعامل معامله مختلفه عن باقي الانديه. هو ده اللي دايما النادي الاهلي كان بيتكلم فيه لما كان بيتكلم في اخطاء تحكيم، كان بيتكلم عن تحسين منظومه التحكيم، لما كان بيتكلم ويقول عايزين نسمع مدار ما بين حكم الساحه وحكم الفيديو. الناس سخرت من القصه دي، فنكتشف ان في كاس العالم انديه يتم اعلان ذلك داخل ارض الملعب من حكم الساحه، ايه اللي دار ما بين حكم الساحه وحكم الفيديو. لما النادي الاهلي بيتكلم عن لوائح وقوانين وحقوق قيد، فاكيد النادي الاهلي متضرر. ليه؟ لان النادي الاهلي ملتزم. النادي الاهلي في وقت من الاوقات هو بيقيد لاعبه كهربا، اتطلب منه 8 ملايين جنيه كاش، اما مش هنسجل كهربا او هنقيد كهربا. دفع النادي الاهلي على المقابل ايه؟ كابتن ايمن يونس قال في قناه نادي الزمالك كان علينا مديونيه تفوق ال 30 مليون جنيه. كلمت استاذ عمرو الجنايني قلت له مش معايا ولا جنيه. الامر بيتكرر، ولكن اتحاد كره القدم هذه المره قال بيان في 3 يناير انا مش هايد الا لما الانديه تدفع على كل الانديه. فحصلت ازمه ما بين نادي الزمالك وما بين اتحاد كره القدم، بيانات من هنا، تصريحات من هنا، فيديوهات مصوره من داخل الاتحاد في وقائع هي الاولى في التاريخ، ويتم التناول عادي بشكل واضح جدا، واعضاء اتحاد ومدير تنفيذي بيتصوروا عادي جدا وكان مفيش اي حاجه حصلت وكان الامر عادي ومستباح، وايضا خطابات للفيفا ورد من الفيفا وشأن داخلي ولجنة يعني استئناف وتظلمات. وعشان نكون دايما بنتعامل هنا بحرفية شديدة، معانا خبير اللوائح عامر العميرة. أستاذ عامر أهلا بيك، يعني في الأهلي خط أحمر. مش معانا ولا إيه؟ أستاذ عامر مش معانا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا أستاذ عامر خبير اللوائح. قول لنا بقى القصة بالظبط كده، سؤال مفتوح، أنت شايف أمر أزمة لاعبي نادي الزمالك الثلاثي وشايف التفاصيل وشايف المفترض الخطوات المتبعة ومدى قانونيتها تبعا للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، منذ البيان الصادر من اتحاد كرة القدم اللي بيتكلم فيه عن عدم القيد حتى تحويل الأمر للجنة الاستئناف والتظلمات برئاسة المستشار عادل الشربجي. تمام. في بداية الموضوع اتحاد الكرة بعت استفسار للاتحاد الدولي. الاستفسار ده يوضح ان اتحاد الكرة محدش قاري لائحة النظام الأساسي أو لائحة اللجان المختصة زي لجنة شؤون اللاعبين. لو هم قاريين اللائحة ما كانش هيبعتوا استفسار. دي أول نقطة. تمام؟ ليه؟ لا لا لا، ما هو مش هنعدي اول نقطه كده. لازم تفهمنا ليه. طبعا، لان المشاهد اكيد سمعك بس هيبقى عنده نفس التساؤل اللي انت سالته، ليه مش قاريين اللائحه؟ فاكيد لازم توضح لنا يا عامر. طيب، انا من بدايه الازمه خالص كنت كتبت اللي المفروض مسؤول الزمالك ما عملوش الخطوه الاهم والضروريه اللي هي الاحتجاج امام لجنه الاستئناف على قرار لجنه شؤون اللاعبين. لجنه الاستئناف هي لجنه مستقله منتخبه في اتحاد الكوره. مفروض اللجنة دي أي قرار بيصدر من داخل اتحاد الكرة أو الرابطة، أي لجنة من لجانهم، المتضرر بيرجع للجنة الاستئناف، يعني لجنة شؤون اللاعبين، لجنة مسابقات، لجنة حكام، لجنة مسابقات في الرابطة، مجلس إدارة الرابطة طلع قرار، لجنة انضباط، أنت متضرر كنادي أو كرابطة أو كشخص بتروح للجنة الاستئناف. دي لجنة داخل اتحاد الكرة، بس اتحاد الكرة ملوش عليها سلطة. هي لجنة تم انتخابها من الجمعيه العموميه. تمام؟ اللجنه دي بتنظر اي حاجه قرار من اللجان دي. فانت ليك مده 10 ايام بتقدم، انت معترض على قرار ما، فالمفروض نادي الزمالك كان استأنف امام اللجنه على القرار منع التسجيل بتاع اللعيبه. هم عشان ما فيش درايه بعتوا للاتحاد الدولي بيسالوه على القيد. فالاتحاد الدولي رد عليهم قال لهم شأن داخلي. طب استاذ عامر، موضوع لحظه استاذ عامر، بعد اذنك استاذ عامر لحظه، يعني هل انت لديك معلومه ان نادي الزمالك لم يتقدم باحتجاج في المده القانونيه حتى 10 فبراير للجنه الاستئناف، ولا بتستدل على ده من ايه؟ طيب، هو اول حاجه ال 10 هي مش 10 فبراير. ليه؟ عشان 10 فبراير كان يوم جمعه. اللائحه ولائحه الاتحاد الدولي بتقول لك لو صادف اخر يوم في المده القانونيه عطله رسميه بيتم التمديد لاول يوم عمل.
فانت المهله بتاعتهم تنتهي 11 فبراير مش 10 عشان هي تمام. احنا هنعرف قدمه ولا ما قدموش منين؟ المفروض بيروح لجنه استئناف عشان يقبل استئنافك شكلا حاجتين لازم تعملها، التزمت بالمده القانونيه وسددت رسم الشكوى اللي هو في الحالات العاديه 10,000 جنيه وفي الحالات القيد والتزوير وكده بتبقى الضعف 20,000 جنيه. تمام. المفروض دي لو فاكر وقعه الاسماعيلي مع البنك الاهلي لما احتجوا على المباراه طلع شيك مسدد لرصيد الاتحاد وخد رقم، ولما قدموا الشكوى اتكتب في الوصف بتاع الشكوى التاريخ والفلوس اتدفعت بشيك قد ايه. ده الاثبات. فمفروض اتحاد الكوره هيبقى تظلم في خلال العشر ايام تمام والفلوس اتسددت. طب لو البنزين دول لم يتم الانطباق، الشكوى جت بعد التاريخ ده، هيبقى الاحتجاج تم رفضه شكلا مش هيتناقش اصلا. انت عشان يتناقش لازم مده قانونيه ودفعت الفلوس. لو ما عملتش خطوتين دول لجنه استئناف مش هتشرع في اللي بعد كده، هترفض شكلا وموضوعا. طب لو سددت في المده القانونيه ودفعت هيبتدي بقى يخش في الموضوع، هيتم قبول الشكوى شكلا ويناقش الموضوع بقى المستندات. ده هنتاكد منها ازاي؟ في حاله اظهار المستندات زائد الميل رد الاتحاد الدولي شان داخلي. الشان الداخلي بس عشان الناس تبقى فاهمه هو حاله بتبقى ناديين من اتحاد واحد واللاعب من نفس الاتحاد مثلا. ده شان داخلي. الشان الخارجي بيبقى او ذو بعد دولي. اتحاد من الاثنين اتحادين مختلفين فده ذات بعد دولي. او اتحادين من نفس الدوله بس اللاعب من اتحاد اخر فده ذو بعد دولي. طيب مهندس عادل، دي قصه فيما يخص التقدم. في النهايه القصه دلوقتي امام لجنه الاستئناف والمستشار عادل الشرباجي والاتحاد قال شان داخلي، فكل الامور عندنا دي مترتبه. في جزء جاء في الايميل او بيان الاتحاد ان الاتحاد الدولي قال مراجعه الاجراءات الداخليه. ايه هي الاجراءات الداخليه وهل من وجهه نظرك تم استيفائها من النادي اللي عنده مشكله في القيد ولا ما تمش استيفائها؟ ده سؤال مهم جدا بالنسبه لك. هو مبدئيا قال الاشتراطات اللازمه تكون ايه قبل اغلاق فتره التسجيل، يعني معناها تمت قبل الساعه 11:59 دقيقه من يوم 31/12. فالاجراءات دي المفروض الاتحاد ايه؟ طب الاتحاد لما قال لك انا حولت الامر للجنه استئناف معناها بيقول ايه؟ بيان كده منطقيا بيقول لك ان الاجراءات دي ما تمتش، عشان لو هو شايفها تمت فلا هيصدر قرار بقيد اللاعبين. ده حقيقي. طب انا ليه حولتها استئناف؟ اللي انا رافض طلبك. متمسك. انت بقى تظلم قدام الاستئناف. انت طلبك مرفوض، ده معنى بيان اتحاد الكوره، بس ما حدش بيحب يقول كده. وقال لك ايه؟ مين اللي هيفحص ويرد؟ المستشار عادل الشرباجي. ده حقيقي. فالراجل لما يفحص ويرد هو بينظر الطعن. طب انت ليه هتطعن؟ عشان انت طلبك مرفوض. ده رد الاتحاد، الاتحاد ما وافقش. طب ما هنا سؤال يا استاذ عامر، انت قلت نقطه مهمه جدا، قلت ان انت المفترض تقدم في الموعد المحدد وهو 10 فبراير اللي صادف يوم جمعه فاصبح 11 فبراير، ولو قدمت بعد الموعد ده هيتم رفض الطعن او الشكوى او الاستئناف اللي مقدمه نادي الزمالك. على اي اساس دلوقتي سمعنا تصريحات للمستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه التظلمات بيقول ان هيتم بحث الامر وهيتم عقد يعني اجتماع للجنه التظلمات يوم الاثنين لدراسه الامر عشان في جمعه وفي سبت اجازه، ده مدى قانونيته ايه؟ والقصه انت شايفها ازاي طالما ده اصلا جه بعد الموعد؟ لا انا ما اعرفش جه بعد الموعد ولا قبل، اللي هيظهر هو الخطابات اللي تم بناء عليها تقديم الاحتجاج، وبالتاكيد في نادي من الانديه 17 المتضررين هيطلب يشوف ده وهيطلب يشوف الشيك بتاع الايداع بحساب لجنة الاستئناف مسدد للبنك باسم لجنة الاستئناف بخصوص قيد ثلاثي الزمالك، الشيك هيبقى مكتوب كده بالرقم، وده المفروض يبقى خارج من بنك والفلوس تم ايداعها في حساب الاتحاد. طب هنا نقطة بقى، هنا نقطة. إذا الجزم في الأمر إن نادي الزمالك تقدم أو لم يتقدم ما نقدرش نجزم بيه. ده حقيقي. ده اللجنة بقى اللي هتقرر وهتشوف الورق. بالظبط كده، إذا الأمر خاص بلجنة التظلمات. ولجنة التظلمات لجنة منتخبة مستقلة. بالظبط. صح كده؟ صح. لا يمكن التأثير عليها بأي شكل من الأشكال. ده مفترض وبنسبة كبيرة مش هيتأثر عليها. طيب. بس هي هتحكم بالأوراق اللي هتروح لها.
طيب بعد الحكم بقى، بمناسبه بقى الاوراق وبمناسبه سؤال اسامه، عشان احنا كده خلاص يعني نظر الشكوى من لجنه الاستئناف ده شيء قانوني وفقا للورق زي ما انت قلت. طيب عايزين نوضح حاجه انت كنت اتكلمت فيها عشان الناس تفهم، لان خرج برضو عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم دكتور ايهاب الكومي وبرضو قال نفس الفكره، ان القصه لا تتعلق بمديونيات نادي الزمالك ولكن تتعلق بالرسوم المطلوبه لقيد اللاعبين، وده جزء من اجزاء الاجراءات اللي مش مرتبطه بلائحه اتحاد الكره، ده مرتبطه بان مجموعه اجراءات لازم اي نادي يتبعها عشان يسجل اللاعب بتاعه. وضح لنا القصه والفرق ما بين قصه المديونيات وعدم قيد اللعيب، جاء نتيجه المديونيات ولا جاء نتيجة تحديدا الجزء الخاص بالمديونية؟ طيب، في قيد اللعيبة. طيب الجزء بتاع اللاعبين وقيدهم ده مرتبط بحاجتين بس. المديونية لا تؤثر على تسجيل اللاعبين في السيستم. وكلام الدكتور إيهاب القومي صحيح. تمام. ازاي؟ أنت ممكن كنت عملت حاجة تانية. نادي الزمالك مفروض قبل طبقا للقانون اللي هو تنمية موارد الدولة. اتحاد اللعبة بيحصل نسبة تنمية موارد الدولة. العقد اللي اكثر من 10 مليون بياخد 10% يتسدد لصالح مصلحه الدراسه، ده حصل اتحاد الكوره قبل توثيق العقود. طب انا عشان اسجلك على السيستم لازم اوثق عقدك. طبعا. طب لو المستند بتاع تنميه موارد الدوله محصل لصالح بشيك مقبول الدفع لصالح مصلحه الضرائب قبل 31/12، ها؟ المفروض اتحاد الكوره كان سجل. وطب هتقول لي طب هو ليه ما سجلش؟ ما الزمالك ما عملش الخطوه دي وما دفعش كمان ال 3% رسوم القيد. طب انت المديونيه، طب ما الانديه الثانيه لا، ما هو ممكن كان سجل له ومش هدي لك الكارنيه غير لما تدفع المديونيه، دي حاجه ثانيه. طب هو الشرط الاولاني بتاع التسجيل على السيستم الزمالك دفع النسبه بتاعه تنميه موارد الدوله؟ الزمالك دفع رسوم القيد في اتحاد الكوره عشان يسجل على السيستم ولا في المنطقه؟ انت قبل ما بتروح المنطقه وقبل ما ترفع مفروض العقود على السيستم بتبقى بقدم شيك مقبول الدفع لصالح مصلحه الضرائب طبقا للعقد. يعني مثلا هنقول مثال، لو اللاعب بالحجز ده بياخد 10 مليون جنيه مثلا، انا بقول افتراض ما اعرفش الرقم، فكده مفروض قبل ما توثق العقد يا اتحاد الكوره بتحصل مليون جنيه من نادي الزمالك عشان 10% من نادي الزمالك، تاخد 10 مليون جنيه دول باسم مصلحه الضرائب، دي اول خطوه اتعملت. تمام. فتقول من اي نادي؟ من اي نادي؟ من اي نادي؟ ده اجراءات متبعه مع اي نادي. تمام. طيب عمل الخطوه دي وابتدى يسجل، المنطقه بتراجع، قبل ما بيرفع السيستم بيطلب منك ثاني 3% اللي هو رسوم القيد زائد 14% قيمه مضافه على 3% اللي هي الاجمالي هيبقى 4.25%، دول لصالح اتحاد الكوره. دول مجرد ما الاتحاد بياخدهم بيختم بيك العقود وبيدوس ايه؟ اكتب. طب انت عشان كنت تاخد كلمه مقبول اللي هي اللون البرتقالي لازم كنت تبقى دافع ايه؟ تنميه موارد الدوله. شرحتها بالظبط. تمام. ولما تدفع اللي هي الاربعه الا ربع يدي لك ايه؟ الابروف اللي هو الاخضر. تمام. ده اللي من الاتحاد مش من المنطقه. طيب بص يا عم. يعني نقطة مهمة جدا، احنا حاليا خلاص في لجنة استئناف بتنظر الشكوى ولجنة استئناف لجنة مستقلة. طيب ماذا بعد؟ ألا وهو إيه؟ إن الحكم صدر إن إجراءات نادي الزمالك كانت سليمة ويحق لنادي الزمالك قيد الثلاثي. إيه اللي المفترض يكون متبع؟ في حالة إن نادي الزمالك أيضا أو لجنة استئناف تم رفض استئناف نادي الزمالك وقالت إن إجراءات الاتحاد كانت سليمة وإجراءات نادي الزمالك كان بها العوار أو بعض النقص في المستندات مما يستدعي عدم قيد اللاعبين، إيه اللي ممكن يحصل من نادي الزمالك ومن اتحاد الكرة ومن ال 17 نادي اللي موجودين في إطار الدوري العام؟ وهل في أندية أخرى تبع مظلة الاتحاد في المسابقة في القسم الثاني أو الثالث من حقها الاعتراض على أي قرار يصدر من لجنة التظلمات؟ أول حاجة لو صدر القرار لصالح الزمالك فمن حق لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة هي أيضا تقديم استئناف أمام المحكمة الرياضية على القرار، اللي هي هتبقى لجنة استئناف رفضت إجراءها، وال 17 نادي طبعا المشاركين، وأي نادي شايف اللي هو تضرر تمام هيطعن على إجراءات اتحاد الكرة بقى هنا ضمنيا في القضية، هو مش بيطعن على الزمالك بس طبعا. انا نادي تم رفض القيد بتاعي عشان 8000 جنيه، لو فاكرين المداخله الشهيره بتاعت استاذه ابو الوفا او التسجيل
مع رئيس نادي الزمالك نادي سوهاج. نادي سوهاج قال لك انا عندي نادي جايب 8000 جنيه تمام ما سجلش، ونادي بني سويف نفس النظام الدرجه الثانيه صحيح اتحرق. طيب انا نادي رحت دفعت نادي الاهلي دفعت 10000 10 مليون جنيه مثلا او 8 مليون، طب ما انا ممكن ما كنتش دفعت الزمالك ال 8 مليون استعرت لاعب اخر من سموحه مثلا شريف رضا ده حقيقي ده زي ما استعرت كذا وكنت اسجل لاعب ثاني. نادي زي سموحه انت برضه كالعلي مديونيه كان ممكن ياخد من نادي مثلا زي فيوتشر لاعب صحيح زي طارق طه كان عاوزه مثلا اعاره ست شهور ويدفع. احنا هنا بعيدا عن اسماء لاعبين احنا بنتكلم في مبدا تكافؤ الفرص والعداله بين الانديه. طبعا كانت مداخله مهمه جدا انت وضحت لنا فيها حاجات كتير، بنشكرك كتير عليها وبنشكرك على كمان المعلومات اللي اتيحت للناس فيما يخص القضيه وفيما يخص يا اسامه قرارات الاتحاد. الاتحاد خلاص خد قرار وانا مع الحته دي جدا ان هو تمسك بيه باحاله الموضوع للجنه الاستئناف، وقال نقطه مهمه جدا ان لجنه شؤون اللاعبين تقدر تختصم القرار لان هي اللي اقرت مجموعه من الضوابط التزمت بيها انديه اخرى. اعتقد يعني اكيد استفدتوا معانا زي ما احنا استفدنا. هي نقطه واضحه جدا في النهايه قرار هيطلع من لجنه التظلمات، من حق الانديه اللي شايفه انها متضرره من وجود عدم تكافؤ فرص انها تشتكي، من حق الاتحاد يتظلم، من حق نادي الزمالك نفسه ان هو لو خد قرار لصالحه ان هو يلجا للاتحاد الدولي، لان الاتحاد المصري لكره القدم مش هيقدر يسجل الثلاثي الا اذا اتفتح السيستم، والمنوط بيه فتح السيستم هو الاتحاد الدولي لكره القدم. هنشوف الازمه هتصفر عن ايه، ولكن مهم جدا ان كل نادي يكون عليه مديونيات لازم يسددها، وهو ده المطلوب من حيث تكافؤ الفرص.